اليوم 25 فبراير 2010 الساعة 9 صباحا في المخيم العم وهاشم أحمد سيد عبد العزيز الرفاعي، وإحنا بمنطقة نيلة التناجيب منزلين الطراد نتجه إلى أحبار إدام الغداء إن شاء الله فريش من القراقير. لي نواح العيد في منى طباخنا عبد الرحمن. نعم. هذا الحبيب راح يسوي لنا اليوم ان شاء الله الغداء مجبوس ستيك ممتاز. لا تي هاز يو سبيك انجلش تنطقيو له فروم وير نمشي فور ليميتد كمباني. رحلته الاوليه دائما حق راقيره اللي دائما نروح ونرجع فاضيه. ليش؟ صدق والله؟ واحنا كان بامكاننا نصيد كمية اكبر بس احنا حفاظا على البيئة صدنا بس الكمية حق ادانا اللي تكفينا وكفينا فيها. المهمة بنجاح صورني انا السايق وانا اللي بكل شيء. المهمة بنجاح وان شاء الله عمي راضي عني. يا حبيبي يا ابو عبد الله. اي والله. يا بعد قلبي.